سي سي أو مركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال واجتماع طبعا لمؤتمر 11 لجبهة التحرير الوطني. إعادة بناء دولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، دولة سيدة تستعيد مكانتها بين الأمم وتسجل حضورها الفاعل في سجلات التاريخ. واسترشادا بروح ثورة أول نوفمبر المظفرة التي يلتئم شمل المؤتمر 11 في ذكرى اندلاع الثورة 69 تجديداً للعهد مع الوطن والشهداء، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يعمل على الدوام من أجل الحفاظ على كرامة المجاهدين وذوي الحقوق وترقية مكانتهم داخل المجتمع والحفاظ على الذاكرة الوطنية. يحيي المؤتمر قرار اعتبار 8 ماي من كل سنة يوماً وطنية للذاكرة، كما يثمن التزام الدولة بأن الذاكرة هي أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به في إطار علاقات الجزائر مع الدول الأجنبية. وفي هذا الإطار فإن المؤتمر يدعو إلى إعطاء أهمية قصوى لكتابة تاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية بالاعتماد أساساً على المدرسة الوطنية في كتابة التاريخ. إن حزب جبهة التحرير الوطني وهو يعقد مؤتمره 11 يستشهد بمعالم الطريق التي رسمها البيان التأسيسي للثورة نوفمبر بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك فإن التوجهات التي ينطلق منها الحزب تعتمد أساساً على مصالح الدولة ومتطلبات المواطن، وهو عازم على تعبئة مناضليه للدفاع عنها وتبنيها باعتبارها التوجهات الأساسية لبرنامجه وجوهر وعوده وأساس رسالته. يؤكد المؤتمر تمسك الحزب بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية وبالنظام الديمقراطي التعددي، وبمساندته الأكيدة لحركة الديمقراطة والتغيير التي أرادها وقادها الشعب الجزائري في حراكه المبارك والأصيل. فإن حزب جبهة التحرير الوطني يقدم أو يوجه تحية تقدير وعرفان إلى الشعب الجزائري الأبي الذي استطاع من خلال حراكه السلمي والحضاري أن يفشل محاولة قوى الإفساد والفساد في الاستمرار في السيطرة على الدولة الجزائرية. كما أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من ديسمبر 2019 والتي انتخب فيها السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية في انتخابات شفافة ونزيهة والتي انتصرت للحل الدستوري، قد أنقذت الدولة الوطنية من الانهيار وسدت الطريق أمام دعاة التأسيسية والمراحل الانتقالية والحكم بالتعيين بدل الانتخاب. يؤكد أن الحزب قد استقبل رسالة الشعب جيداً، وإنه اليوم من منطلق إدراكه لوظيفته السياسية الوطني. طبعا المؤتمر 11 طبعا لحزب جبهة التحرير الوطني، ونتوقف مشاهدينا عند هذا الفاصل ونعود.